السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حاد وجاد. وأكرر ما قلته سابقا، الحق لا يعني أحيانا الحياد. قال الشاعر: إذا ظلمك بشر لا تحزن، الله موجود وابتهل لرب العالمين. اجلس على شاطئ النهر فسيلقي إليك النهر يوما بجثث الظالمين. سبحان الله، كلما تعرضت شخصيا للظلم قلت حسبي الله ونعم الوكيل. سبحان الله، ما من مرة تعرضت فيها لظلم من شخص في السنوات الأخيرة إلا ورد الله الظلم للظالمين أضعافا مضاعفة. ومن حبيب العدل إلى أنس الفقي، لكم في الأمر خير دليل. في كل يوم يتكرر المشهد، ويأتيني حقي كاملا من عند الله عز وجل، حسبي الله ونعم الوكيل. سقط سمير ابن محمود ابن عثمان. هل تذكرون كلماتي البسيطة قبل أيام؟ تعالوا نستعيد معا ما قلته عن الحكم البارع في الكلام والقوالة، الفاشل في الملاعب والعدالة. اسمعوا توقعاتي عن ما ينتظره. أقسم بالله العظيم، إذا كانت العدالة قد غابت عن سمير عثمان في أرض ملعب القاهرة الدولي، فإن عدالة السماء لن تغيب أبدا ولن تتركه بلا عقاب. تذكروا لون قميصه في مباراة الداخلية، تذكروا هذا اللون. نهايته مع التحكيم ستكون بلون قميصه، اللون الأسود. سبحان الله، هذا ما قلته يوم الأحد الماضي قبل 4 أيام فقط. درس أرجو أن يستوعبه الباقون من رجال الحكام والإعلام، درس أرجو أن يصل أولا إلى ياسر عبد الرؤوف على وجه الخصوص، وأن يمتد إلى عاشور وفهيم وفاروق وشعبان وعبد القادر ورشوان وعبد العزيز، وإلى الحوشي وغيرهم من الحكام الذين قادهم كبيرهم عصام صيام إلى الهاوية. فسقط أولهم سمير عثمان، والباقون في طريق الهاوية يسيرون وربما مسيرون. سبحان الله، عدالة السماء نزلت اليوم على الاستاد الذي أقيمت فيه اختبارات اللياقة البدنية للحكام الدوليين المصريين. نزلت العدالة بشكل أسرع مما توقعت، وبعنف أكبر مما تخيلت. للمرة 8 على التوالي فشل سمير عثمان. وسريعا إلى تقرير عن مرات الرسوب للحكم الدولي معشوق الإعلام الأبيض، فارس البحر الأبيض، خليفة إبراهيم الأبيض. هيا إلى التقرير. رقم قياسي جديد للحكم الدولي سمير محمود عثمان ربما ينفرد به على مستوى العالم، وهو أنه يكاد يكون الحكم الوحيد الذي فشل في اختبار اللياقة البدنية 8 مرات خلال 5 سنوات. سمير عثمان هو الوحيد في مصر الذي سقط في الاختبارات، سواء على المستوى المحلي أم الإفريقي في الوقت نفسه. رحلة الفشل بدأت مع سمير عثمان منذ عام 2007، عندما رسب في اختبارات القائمة الدولية التي أشرفت عليها لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكان رئيسها في ذلك الوقت المونديالي جمال الغندور. ويومها صمم الغندور على اعتماد النتيجة وعدم إعادة الاختبار، فتم استبعاد سمير عثمان من القائمة الدولية. ولم يكتفي سمير بالسقوط محليا، لكنه فشل أيضا في تجاوز اختبارات اللياقة البدنية
التي أقامها الاتحاد الإفريقي لاختيار الحكام المشاركين في أمم إفريقيا للناشئين في توغو عام 2007. وفي عام 2009 أعاد سمير عثمان الكرة وسقط في ملحق الاختبار الذي أقامه الاتحاد الإفريقي في تنزانيا. وفي عام 2010 كان سمير على موعد مع السقوط المتكرر، حيث فشل في اجتياز اختبار الاتحاد الإفريقي لحكام النخبة الإفريقية. وعلى المستوى المحلي فشل في اجتياز الاختبار الذي نظمته لجنة الحكام برئاسة القدير محمد حسام، فما كان من اللجنة إلا إعادة الاختبار مرة أخرى، لكن الحكم المعتاد على السقوط رفض النجاح وفشل في اجتياز الاختبار للمرة الثانية محليا وللمرة الثالثة في عام واحد. وفي عام 2011 دخل سمير عثمان الاختبار الذي أقامه الاتحاد الإفريقي، ولكنه كالعادة سقط سقوطا مدويا. وصباح اليوم أقام الاتحاد الإفريقي اختبارا للياقة البدنية للحكام المصريين، وما كان من سمير عثمان إلا أن فشل كالعادة في اجتياز الاختبار، ليكون السقوط الثامن له في اختبارات اللياقة البدنية، ليطرح ذلك سؤالا مهما: متى نرى سمير عثمان ينجح في اختبار اللياقة البدنية دون ملحق إعادة؟ عجز سمير ابن محمود ابن عثمان الحكم الدولي اسما عن اجتياز اختبارات اللياقة البدنية التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صباح اليوم في القاهرة، تحت إشراف دولي محايد عادل نظيف غير مجامل للمراقب الجزائري المحترم بوبكر حناشي، بعيدا عن سلطات الاتحاد المصري المتواطئ مع حكامه، بعيدا عن سلطات اللواء عصام صيام رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، والذي اعتاد تمرير الامتحانات والاختبارات لحكامه المقربين والمطيعين عبر كل التجارب البدنية المحلية الخالية من العدل تماما، مثل مباريات الدوري العام لكرة القدم. سقط سمير عثمان، بالطبع لم نتدخل نحن اليوم ضد سمير ابن محمود ابن عثمان، لم نطلب من عضلاته أن تترهل لتخذله في الاختبارات، لم نضغط على رئتيه لتمنعه من التنفس الطبيعي في ختام الاختبارات ليقف ويفشل في اجتياز عدد الدورات المطلوبة عدوا حول الملعب وعددها 12 دورة، لم نثقل على قلبه ليتوقف عن الضخ ليتوهن ويضعف ويطلب من صاحبه التوقف للراحة من متاعب العدو الزائد، العدو الذي لا يحتاجه أبدا في المباريات المحلية، تلك المباريات التي يديرها بعقل نابه ولا يحتاج فيها أبدا لا لساقيه ولا لعينيه، لأنه يرى دائما الأخطاء من منظوره. لم نكن سببا أبدا في التوتر العصبي الحاد الذي منع عضلاته من الاستجابة لرغباته، ومنع دماءه من الانطلاق لعضلاته، ومنع جسمه من مواصلة مشوار العدو غير المبرر. للأسف توقف سمير ابن محمود ابن عثمان في منتصف الدورة التاسعة وسط توسلات من زملائه ومن محبيه لإكمال العدو، ربما ينجح. نحن لم نضع العراقيل في المضمار أمام سمير عثمان، لم نحجب عنه الرؤية، وآه من الرؤية، الرؤية الشخصية التي تحجب العدالة عنه في الكثير من المباريات التي يديرها، فلا يرى إلا ما يريد احتسابه ويغض البصر عن الأخطاء التي لا يتمناها. لم نمنعه من المران الجاد استعدادا للاختبار. اتهمنا الكثيرون
من غير الفاهمين أو من غير المحايدين أو من غير العادلين أو من المستفيدين من قراراته في مبارياتهم أننا نقسو عليه. تبادلت الصحف والمواقع والقنوات والبرامج المصبوغة باللون الأبيض المتوحش، تولت مهمة الدفاع عن سمير عثمان، وكأنهم مجموعة من الأسود الكاسرة التي اقتربنا من طعامها أو من أشبالها. دافعوا عن لياقته البدنية الخارقة التي تسمح له بالتواجد في المباريات في مواقع لا تصل إليها الكاميرات ولا العدسات، لا تصل إليها عيون الجهلاء أمثالنا ممن ينتقدونه عن تعصب أو عن غباء. تبارى الإعلام الأبيض في الإشادة بموهبته الفذة، تحدثوا عن قراراته الحكيمة، عن حسن إدارته للمباريات، عن كياسته في الإنذارات، عن تحركاته فائقة الذكاء والتي تمنحه القدرة فوق البشرية على اكتشاف الأخطاء الخفية، وعن إمكانياته الملائكية لمعرفة نوايا اللاعبين في حوادث لمسات